تعالي تعالي في حضني حبيبتي. كانت ضربة بتوجعها يعني، فاهمين؟ دي داخت قال يعني بتدوخ، يعني هي بتدوخ الولاية دي. الحركة دي لازم تعملها فيها مرة على الأقل يعني، لازم. انت مصممة تعملي فيا ال اهلا يا حاج بهجت، ازيك؟ نورين يا حاج بقى كده انتوا الاثنين. يا بنت اللذينة، يا بنت اللذيذة بتعملها ازاي دي؟ مش مستحيل يا جماعة كده، مش ممكن يعني. ازيك يا عالية؟
عليا بتسألني وبتقول لي بالك كتير في الفايت، ردوا عليا يا شباب. عليا انا قاعد الفيديو كله، بص الفيديو بقاله ساعتين ونص اهو بحاول اقتل فيها بس. بس كده اقدر اقتلها من غير حجر. هو في طريقه اعرف ارجعها تاني ولا لازم اعيد اللعبه من الاول؟